إذا مشاهدينا للتعليق معنا هاتفيا الدكتور أحمد سمير زكريا المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية. أهلا بحضرتك. تحياتي لكل المشاهدين. أهلا بحضرتك. إذا يعني نناقش مع حضرتك يعني هذا البيان من رئاسة الجمهورية واجتماع الرئيس السيسي بوزير البترول. طبعا المنظومة البترولية تأتي على رأس أولويات الدولة، تطوير هذه المنظومة، تحويلها إلى منظومة تكنولوجية، تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، يعني كيف ترى ذلك في بدء الأمر؟ طبعا لما نبدأ نتكلم يعني على منظومة البترول ومنظومة الغاز الطبيعي في مصر، احنا بنشهد طفرة كبيرة جدا خصوصا في منظومة الغاز الطبيعي على مستوى مصر. مصر تدخل عصر الغاز الطبيعي المصري بازدهار كبير جدا، اكتشافات بترولية ضخمة جدا 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 لمصر النهارده ستؤتي ثمار عظيمة ليها على مستوى ان مصر تحولت من استيراد الغاز الطبيعي الى تصدير الغاز الطبيعي، ودي طفرة كبيرة جدا ستدخل العملة الصعبة لمصر، والاحتياط النقدي الاجنبي سيزيد بشكل كبير جدا في السنوات القادمة، لان مصر اصبحت مصدر للطاقة خاصة الغاز الطبيعي. اكتشافات ضخمة جدا في مجال النفط والغاز الطبيعي، و امبارح كنا بنتكلم على توقيع تسع اتفاقيات تتعلق بالغاز الطبيعي والنفط في البحر المتوسط والبحر الاحمر، واهتمام كبير جدا من القياده السياسيه بكيفيه جعل مصر مركز للطاقه بشكل على مستوى العالم، ليس بس على مستوى الشرق الاوسط، لا ده على مستوى العالم كله، ان مصر تكون مركز للطاقه، لان موقعها المتوسط واكتشافاتها بتساعدها على تصدير الغاز دوت لاوروبا، وبتساعدها على كمان افريقيا وربط افريقيا باوروبا واسيا، لموقع متميز لمصر النهارده مع اكتشافات الغاز تعود بنفع كبير جدا 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 على الدوله المصريه. طيب ايضا يعني من ضمن الاجتماعات الرئاسيه اليوم اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف اسماعيل والمهندس طارق المولى طبعا والسيد محمود شعراوي وزير التنميه المحليه، كل هذا لمتابعه جهود تطوير قطاع المحاجر على مستوى الجمهوريه، قطاع هام جدا قطاع المحاجر. دكتور احمد لو تكلمنا عنه. طبعا النهارده قطاع المحاجر يشهد اهتمام من الدوله المصريه بعد فتره كبيره جدا من كان مفيش تنظيم كبير لقطاع المحاجر، وكان محتاج كتير من اهتمام الدوله. الدوله اقرت القانون رقم 193 لسنه 2020، وده بيساهم في وضع مركزيه للشركه المصريه للتعدين واداره واستغلال المحاجر بشكل كبير جدا في التعاون مع وزارات البترول ووزارات التنميه المحليه والاسكان والمرافق في استغلال المحاجر بشكل كبير جدا، بيفيدنا في مرحلة عظيمة في وضع قيمة مضافة استشهادي للإنتاج اللي بيخرج من المحاجر، وتنفيذ أنشطة صناعية خاصة بالخامات التعدينية اللي موجودة في مصر. مصر تملك العديد من الموارد الضخمة جدا، كان قبل كده بنعرف نستغل الموارد دي وكانت بتتصدر كمادة خام. النهاردة القانون الجديد واهتمام القيادة السياسية بالمحاجر أدى النهاردة أن احنا ناخد الحاجات دي ونبدأ نستغلها وندخلها في الصناعة بشكل كويس جدا، ونعيد تصديرها بشكل يعيد علينا دخل أكبر، وكمان بيلبي احتياجات السوق داخليا وخارجيا. بنشوف النهارده احتياجاتنا كمنظومه داخليه ان احنا كان عندنا مشكله كبيره في المحاجر، ان بنصدر المواد الخام ثم بنعيد تاني استيرادها بعد تصنيعها. لا النهارده مصر دخلت في منظومه جديده جدا ان هي بتدخل في الخدمات الصناعيه للمحاجر، بيبقى في مركزيه كبيره جدا لمعرفه عدد المحاجر على مستوى الجمهوريه وكل محضر انتاجه ووضعه عامل ازاي، وده بيدخلنا النهارده في طفره كبيره جدا بتخلق فرص عمل كمان لاجيال حاليه ومستقبليه بشكل كبير جدا، وبتخلينا بنحافظ على الثروات المعدنيه وعندنا وضع خاص بتقييم واستراتيجيه لوضع المحاجر في المرحله الجايه. صحيح، يعني يمكن في هذا الاطار كمان دكتور يعني تم استعراض الموقف التنفيذي للشركه المصريه للتعدين واداره واستغلال المحاجر والملاحات، كل ده بيهدف يمكن لحوكمه المنظومه علشان نعظم الاستفاده من موارد الدوله في هذا المجال. هيكون في فروع للشركه في مختلف محافظات الجمهوريه، وهيكون في حصر كامل لبيانات المحاجر والملاحات، واهم شيء انشاء منصه جغرافيه الكترونيه موحده لكافه محاجر الجمهوريه. بالظبط بالظبط زي ما حضرتك بتتكلم، النهارده مصر بتتخذ ده كمان جزء كبير جدا من التحول الرقمي، والنهارده يبقى عندنا حصر بكل الحاجات دي وعندنا خريطه استثماريه للمحاجر في كل محافظات مصر. كل محافظات مصر النهارده من شمالها لجنوبها يبقى عندنا وضع ومعرفه كامله بانتاج المحاجر دي، عندنا معرفه بثرواتنا، لان النهارده في ثروات كتير بتكون مهدره، لا النهارده في احتياج للدوله المصريه انها تعي ثرواتها بشكل كبير جدا وتعيد استغلالها وتصنيعها مره اخرى وتصديرها بصوره تعود عليها بالنفع على الاجيال الحاليه والاجيال المستقبليه، لان الموضوع ده
هياخد مننا وقت كبير النهارده ان احنا نبدا نعمل حصر وبعدين نبدا نصنعها ونصدرها بره، لكن هيعود على الاجيال الحاليه وعلى الاجيال المستقبليه كمان بشكل كبير جدا من النفع واثار هام جدا للدوله المصريه في استغلال المحاجر وثرواتها المعدنيه. طيب اخيرا ايضا دكتور، يعني اهتمت القياده السياسيه والدوله المصريه بالبيئه عندما تحدثت عن المحاجر، لانه ايضا الرئيس وجه ب يعني تطوير اداره وسائر شاحنات النقل للمواد الخام طبعا المحجريه علشان نراعي معايير السلامه والامان والهدر والحوادث المروريه، يعني نظره شامله لهذا الموضوع. اهتمام مصر بالناحية البيئة ده اهتمام بالغ جدا، لأن مصر 2030 وتنفيذ مصر لأهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات الأممية الخاصة بالتنمية المستدامة بيلزمنا النهاردة كدولة حديثة بتبدأ تعمل إطار جديد للتنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي بالاهتمام بالبيئة. النهاردة في اهتمام كبير جدا في المحاجر والسيارات اللي بتمشي في الشوارع ان النهارده تكون ملتزمه وما يحصلش منها تلوث البيئه. كمان الجزئيه كمان الخاصه ب حضرتك شرحتها في بدايه التقرير، تحويل السيارات من البترول للغاز الطبيعي. أيوه. ده كله بيساعد على النهارده تقليل التلوث، وبيساعد ان مصر النهارده عندنا زياده كبيره جدا في استغلال الموارد الخاصه بالغاز الطبيعي. النهارده مصر تقريبا استهلكنا 59.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وده زياده 8% عن خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، وده بيورينا ان مصر النهارده بتبدا تحط خطه كبيره جدا باهتمام كبير جدا بتحويل السيارات من البترول يبقى موجود معاها الغاز الطبيعي لان عندنا وفره منه، وكمان ده بيساعد كمان تقليل التلوث بشكل كبير جدا، وبيساعد الدوله المصريه انها تنفذ اهداف التنميه المستدامه مصر 2030. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد سمير زكريا، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية.